أضرب المحاضرون في محافظة نينوى عن العمل يومي 17 و18 من هذا الشهر احتجاجاً على إهمال الحكومات لمطالبهم وعدم تثبيتهم على ملاك وزارة التربية، فلنشاهد. بسم الله الرحيم، رابطة محاضري وخريجي نينوى بالاتفاق مع اللجنة التنسيقية لمحاضري العراق قررت الإضراب لمدة يومين، يوم 17 و18/3 من هذا الشهر، يومي الأحد والاثنين. وذلك بسبب تجاهل مطالب المحاضرين وعدم إطلاق الدرجات الوظيفية، درجات الحذف والاستحداد. طبعا مطالب نقابة المعلمين قد وافقت عليها رئاسة الوزراء، وتجاهلت مطالب المحاضرين الذين ضحوا بكل ما لديهم خدمة للعملية التربوية. في حال عدم الاستجابة لمطالبنا سنقوم بخطوات أخرى بالاتفاق مع رابطة محاضري العراق في الأيام القادمة، ومن الله التوفيق. رابطة محاضري وخريجي نينوى.